المصرية النهاردة لدينا الاطمئنان والثقة، وأنا بكررها، لدينا الاطمئنان والثقة لتدبير العملات أو العملة الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة كلها. وأنا بأكد على هذه النقطة. الحمد لله من خلال الاستثمارات الضخمة اللي دخلت، الاتفاق اللي تم الإعلان عنه مع صندوق النقد الدولي أمس، اللي هي بباكج حضراتكم سمعتوها 8+1.2، يعني بإجمالي 9.2 مليار، غير الصفقة الحمد لله اللي تمت قبليها ب35 مليار، غير ان يعني توقيع الاتفاق اللي مع الصندوق بيضمن لنا ايضا ان عدد من شركاء التنمية الاخرين زي البنك الدولي ومؤسسات دولية اخرى والاتحاد الاوروبي هيحطوا ايضا مبالغ لمساعدة ودعم مصر في خلال الفترة القليلة جدا القادمة.